لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ثم ذكر حديث ثابت ابن الضحاك قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. هذا الحديث بوب له وغيره كما في الأصل النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم بهذا التبويب الذي بين أيدينا هنا: باب بيان غلظ تحريم قتل النفس، أي أن هذا الأمر أمر محرم، بل وجاء التغليظ في حرمته، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأن من قتل نفسه بشيء، وهذا من أيضا فقه وفطنة الإمام النووي في التبويب رحمه الله، حيث قال: وأن من قتل نفسه بشيء، ولم يقل كما في ظاهر الحديث هنا من قتل نفسه، قال: ومن قتل نفسه بشيء، حيث لم يحدد كما في بعض روايات الحديث بحديدة ونحو ذلك، وإنما قال بشيء لأجل كثرة الروايات، ففي بعض الروايات من قتل نفسه بشيء كما الرواية التي بين أيدينا، وفي بعض الروايات من قتل نفسه بحديدة، وفي بعض الروايات من قتل نفسه بسم يتحساه، وفي بعض الروايات ومن تردى من جبل. فهذه صور للانتحار والعياذ بالله، هذه صور للانتحار، قتل النفس يقتل الإنسان نفسه، فهذا الانتحار حرمه الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال في التبويب: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار. الذي يقتل نفسه بحديدة يعذب بالحديدة في النار، الذي يقتل نفسه بتردي من جبل يلقى كذلك في النار من شاهق أو من جبل، الذي يقتل نفسه بسم يتحسى كذلك يعذب في النار أيضا على نفس ما فعل بنفسه. ومنها أخذ بعض العلماء وإن كان فيه نظر في مسألة القصاص في القتل أن القاتل يقتل بنفس مادة الآلة التي قتل بها، فلو مثلا القاتل قتل الآخر بسم يقتل بالسم، قتله بالسيف يقتل بالسيف، قتله بحديدة يقتل بالحديدة، قتله بشيء يقتل به، وإن كان هذا فيه نظر من جهة
أن الأحكام الشرعية كما في تفاصيل القصاص إن ثبت استحقاقه للقتل فالسيف هو أسرع وأولى دائما في القصاص في مثل هذا. السيف لما له من حكم في أن يكون هو أداة القصاص في القتل ونحو ذلك. قال عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. هذه واحدة، من حلف على يمين بملة غير الإسلام. ملة غير الإسلام يعني كأن يحلف بملة المجوس، ملة الوثنيين مثلا، ملة اليهود أو النصارى المحرفة، فهذا يحلف بملة غير الإسلام، بخلاف من حلف بالتوراة أو الإنجيل. بخلاف من حلف بالتوراة أو الإنجيل، هذه مسألة دقيقة. فالذي يحلف بالتوراة والإنجيل لا يكون بذلك حالفا بملة غير ملة الإسلام، لأن الكتابين من الكتب التي أنزل الله، لكن يكون قاصدا بذلك أن يحلف بكلام الله الذي في هذه الكتب الإنجيل أو التوراة. أي نعم، يقصد أنه يحلف بكلام الله، كلام الله، أما المحرف فليس كلام الله. فأن يحلف قاصدا بذلك كلام الله الذي في الإنجيل أو التوراة لا الذي حرفه هؤلاء، وهو غالب الذي بين أيديهم الآن. ثم من باب الأولى ألا يحلف بذلك حتى لا يتوهم الناس أنه يعظم دينا غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام، المقصود بها الملة الكافرة الباطلة، الكافرة الباطلة. قال فهو كما قال، قال كاذبا فهو كما قال، فهو كما قال، فهو كما قال، محمولة على أنه إن كان معظما لهذه الملة الكافرة الباطلة فحلف معظما لها، فهو والعياذ بالله بذلك قد كفر بالله تعالى. يعني إن حلف بها معظما لها على الحلف بالله سبحانه وتعالى ويرى أنها هي الملة الحق فهذا كافر بالله، هذا كافر بالله عز وجل. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا، كاذبا. طيب هو لما هيحلف بملة غير ملة الإسلام بالملة الباطلة، هل نحتاج أن نقول هو كاذب ولا غير كاذب؟ هو في كل الأحوال مذموما، هو في كل الأحوال مذموما، بل يكون كافرا إن كان حالفا بذلك معظما لهذه الملة يراها هي الملة الحق، يراها هي الملة الحق. لكن لو أنه كان حالفا بذلك من غير ذلك، أي موقنا بالإيمان ويرى الإسلام هو الدين الحق، فهذا والعياذ بالله كما قال، أي كفر بنعمة الله عليه، وليس كفر الإيش؟ الخروج من الملة، الخروج من الملة، فهو كذب فيما قال. ولذلك في الحقيقة هو كاذب في كل الأحوال، كاذب في كل الأحوال، لأنه حلف على ملة باطلة فهو كاذب، لأنها لا يصح أن يحلف بها ولا يجوز، هو كاذب فيما يقول. ولذلك هنا مسألة دقيقة انتبهوا لها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا، هل يعني هذا أنه لو حلف بملة باطلة صادقا يقبل هذا ويجوز؟ لا يجوز طبعا. أعيد المسألة، لو أنه حلف على ملة باطلة، قال مثلا واللات صادقا، مثلا صادقا مثلا قال واللات
هذا منبر، فهذا صدق الذي يقول. فهل هذا معناه أنه يجوز أن يحلف بالملة الباطلة صدقا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا، هل معناه أنه لو حلف صادقا يجوز؟ لا يجوز. طيب ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل أحواله كاذبا، أنه في كل أحواله كاذبا، فهو بكل الاعتبار كاذب، إما من جهة الملة الباطلة، وإما من جهة أنه كذلك ربما يقول الكذب. فهذا لا مفهوم له، هذا لا مفهوم له، بمعنى يعني أقرب المعنى أكثر، قول الله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق. طيب بغير حق، هل هذا معناه أن هناك قتل للأنبياء بحق؟ إذن فما المقصود بغير حق؟ المقصود به أنهم في كل حال على غير الحق، على غير حق، يقتلون الأنبياء ففي كل أحوالهم هم على غير الحق والعياذ بالله. قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ومن قتل نفسه بشيء، بحديدة، بسم، بكذا كما سبق، عذب به يوم القيامة. وهذا جزاء الانتحار وقتل النفس، أن يعذب الإنسان في النار بنفسه أو بجزاء ما كان يفعل مع الفارق فيما هو في النار والعياذ بالله. ولعل هذا لأجل أن يتذكر دائما وهو يعذب في النار أن سبب دخوله النار كان هذا الفعل، هذا الفعل الذي هو فعله ظنا منه أن هذا الفعل هو خير له، فيرى أثر ذلك فيجازى من جنس ما عمل. قال وليس على رجل نذر في شيء يملك. طيب المسألة أيضا، وهي من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هل معناه أنه كفر؟ ومعناه أنه يخلد في النار؟ هذه مسألة. فأيضا هذه المسألة يقال فيها ما يقال في كل المسائل التي فيها دخول النار للمسلم، دخول النار للمسلم، أن يقال إن كان مستحلا لذلك فهو مخلد في النار لأنه كفر بالله عز وجل، وأن يقال أنه لا يكون مخلدا في النار، ليس كافرا ولا مخلدا في النار، إن لم يكن قد استحل ذلك، ويكون بذلك من باب كفر النعمة ومن باب العذاب على ما فعل، وأنه يخرج يوما من النار، أنه يخرج يوما من النار. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله في الأصل أتى بحديث فيه ما يدل على عدم كفره إن مات على الإيمان، المنتحر يعني، إن مات على الإيمان، مات على الإسلام وهو على الملة، وإنما فعل ذلك لغير كفر الملة فهو ليس بخالد في النار ولا كافر بالله عز وجل. وأتى بذلك بعد يعني هذه الأحاديث، وبوب الإمام مسلم بعد بابين، قال باب الدليل على أن من مات منتحرا أو من قتل نفسه لا يكون كافرا، يعني يقصد من مات على الإسلام وملة الإسلام، وملة الإسلام. واستدل بحديث الرجل الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل مع المسلمين، ولما جرح هذا الرجل، بحديث الرجل الذي مرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد عليه مرضه حتى صار لا يتحمل ألم مرضه، فأتى بمشاقص وقطع بها يده، أتى بمشاقص وقطع بها يده فمات رضي الله عنه. فلما مات رآه أحد الصحابة في منامه وهو في الجنة، لكنه يخفي يده وراء
ظهره. فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي بهجرتي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لي بهجرتي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. أثر يعني ما فعل في الرؤية المنامية أنه يخبئ يده وراء ظهره مع ما فيه هو من الرضا والنعيم. فاستدل به العلماء على أن من قتل نفسه لكنه مات على الإسلام لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. وليس الحديث الذي ذكرناه معناه أنه يدخل الجنة أيضا كما دخل الرجل على يعني مباشرة، لا، هذا غفر الله له بهجرته. فمن قتل نفسه وهو على الإسلام فوارد أن يغفر الله له كما غفر لهذا الرجل، ووارد أن يعذبه الله عز وجل ثم يصير إلى الجنة يوما، كما هو الاعتقاد في عموم عصاة المسلمين. قال: وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. ليس على رجل نذر في شيء لا يملكه، أي إذا نذر الرجل نذرا وكان عاجزا عن ذلك، وكان عاجزا عن ذلك وأنه ليس في طوقه، هذا لا يجب عليه، بخلاف من نذر نذرا في مقدوره لكنه عاجز عنه عجزا مؤقتا، لا، هذا يجب عليه الوفاء إذا توافرت أسباب القدرة، إذا توافرت أسباب القدرة. مثال: من نذر ألا، أو من نذر أن مثلا يمسك السماء بيده مثلا، هذا نذر شيئا لا يملكه، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. أقول أقرب مثال أقرب: من نذر أن يعتق فلان عبد غيره، لله علي أن أعتق عبد فلان، وهو ليس له أصلا هذه القدرة لأنه عبد مثله مثلا، فهذا ليس عليه شيء. لكن إذا توافرت القدرة يلزم، كأن قال: لله علي أن أتصدق بكذا وهو ليس عنده، فهذا يلزمه الوفاء عند القدرة، يلزمه الوفاء عند القدرة. أين؟ وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. والعلماء اختلفوا هل تجب عليه كفارة يمين أم لا. هناك خلاف بين العلماء، الجمهور على عدم ذلك، والإمام أحمد رحمه الله يرى أنه عليه كفارة يمين لورود رواية فليس عليه شيء وليكفر عن يمينه، أو يكفر كفارة يمين، وليكفر كفارة يمين أو كما جاء في الرواية. قال: باب غلظ تحريم الغلو، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. باب غلظ تحريم الغلول. الغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة، الغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة، إنه إنسان يؤتمن على غنيمة الجيش فيأخذ منها، يأخذ من، أو هو يكون من يقاتل ويغنم فيأخذ من هذا الذي غنم ويخبئه ولا يضمه إلى الغنائم، هذا غلول. وبعض العلماء يقولون الغلول يعم كل شيء، الغلول يعم كل شيء، فيقصدون بذلك كل من ائتمن على مال ونحوه فإذا أخذ منه يسمى هذا غلولا، يسمى هذا غلولا. أين؟ قال: باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.
قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، يعني يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون فلان يعني مات شهيدا، حتى مروا برجل من المسلمين يعني فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا، أي نفى صلى الله عليه وسلم عنه ذلك، فهي أداة نفي، كلا إني رأيته في النار، ليس شهيد، إني رأيته في النار، وهذا يدل على أن الشهيد لا يدخل النار أبدا، يدل على أن الشهيد لا يدخل النار أبدا، وذلك لأن هناك حديث أن الناس يحبسون أو تغفر لهم الذنوب ولا يحبسون إلا في الديون، حتى الشهيد يحبس في الدين، يحبس في الدين، لكن هذا أيضا ليس معناه أنه يدخل النار، إنما يحبس، يعني لو مات شهيد وعليه ديون كان قادرا على الوفاء بها ولم يفعل، هذا هو المقصود، يحبس، لكن ليس معناه أنه يدخل النار، يحبس عن دخول الجنة حتى يتجاوز الله عنه أو يتجاوز عنه صاحب الدين أو على ما يشاء الله تعالى، وذلك لأن الشهيد لا يدخل النار، وهذا من الأدلة على ذلك، هذا من الأدلة على ذلك، قال كلا إني رأيته في النار، لأن الشهيد لا يدخل النار، قال في بردة غلها أو عباءة، في بردة غلها، أي بسبب بردة غلها أو عباءة، بسبب بردة، البردة أو العباءة كساء غليظ عادة يكون مخططا، لذلك يقولون له بردة أو كساء، وهذا الكساء يسمى بردة، يسمى عباءة، يسمى شملة، يسمى نمرة، كل هذه تسمية للبردة هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها، بردة غلها يعني أخذها من الغنائم بغير علم، أخذها خيانة. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، قال اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. بعض العلماء قالوا ظاهر الحديث فيه إشارة إلى وصف الرجل بالكفر، ولكن هل هو الكفر المخرج من الملة؟ فيحمل على نفس التأويلين اللذين تكلمنا فيهما، إن كان مستحلا فهو على الظاهر، وإن كان غير مستحل فهذا كفر النعمة والإحسان. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، فيه دليل على حرمة الجنة وتحريمها على غير المؤمنين، وعلى ذلك فكل ملة غير ملة الإسلام يدخلون النار، يهود نصارى وثنيون جماجوس غير ذلك يدخلون النار، لأن الجنة لا يدخلها إلا المسلمون، المؤمنون يعني المسلمون، والمسلمون تعم المسلمون الذين آمنوا بكل الأنبياء وصدقوهم ولم يكفروا بما جاء به الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، أما من كفر بنبي واحد
فهذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمسلم. ولذلك هذا والعياذ بالله الجاهل الذي يخرج هو وغيره أيام هلاك المدعو شنودة، يعني عاقبه الله عز وجل بما يستحق من العذاب. هذا المدعو شنودة لما مات خرج بعض الصحفيين والكتاب الجهلة يفترضون أنه في الجنة ويرى الحور العين ويرى كذا ونحو ذلك، حتى كتب بعضهم المقالة يقول يا سيدنا قل لنا ماذا تفعل الآن في الجنة وكذا ونحو ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وفي حديث سابق في الباب الذي سبق لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إلا نفس مسلمة. والنفس المسلمة لها أوصاف كثيرة، من أعظمها أن المسلم هو الذي آمن بجميع الأنبياء والمرسلين، مثلا في باب مثلا الإيمان بالرسل. وهل آمن شنودة بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أم كان أول من يحارب دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن فهذا الحديث فيه يعني بيان غلظ الغلول وتحريم الغلول، وفيه كذلك أيضا من الأحكام أنه لا فرق بين قليل الغلول وكثيره، بين قليل الغلول وكثيره، بدليل أن الرجل دخل النار في شملة عباءة كساء بردة كلها أشياء زهيدة جدا، وهذا يدل على أنه لا فرق في الغلول بين الكثير والقليل. نعم. وأيضا في الحديث أن الغلول يمنع إطلاق اسم الشهيد على من قتل ولو كان ذلك يقصد به وجه الله، يقصد به وجه الله حتى لو كان بيقاتل في سبيل الله، لكن لما قتل في المعركة يمنع غلوله من وصفه بالإيه؟ بالشهادة، لما إذا ثبت أنه غل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا شهيد قال كلا إني رأيته في النار في بردة غله، فمنع أو امتنع عنه وصف الشهيد، بل ربما كذلك استحق دخول النار. أيضا هذا الحديث أيضا من الأحكام الموجودة فيه أنه لا يدخل الجنة إلا من مات على الإسلام، لا يدخل الجنة إلا من مات على الإسلام. وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز الحلف بغير الله، أستغفر الله، جواز الحلف بالله لغير ضرورة، جواز الحلف بالله لغير ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث قال والذي نفسي بيده إني رأيته في النار، في رواية أخرى يعني إني رأيته في النار بالشملة التي غلها. وأيضا في الحديث أنه من غل شيء، من غل شيئا من الغنيمة، أنه من غل شيئا من الغنيمة إذا وجدناه معه، يعني واحد من الجنود غل شيئا من الغنيمة وهو حي، يعني غل شيئا من الغنيمة، ما عقوبة هذا؟ يعذر على ذلك، لكن لا يعذر بحرق متاعه كما ذكر بعض العلماء استنادا لحديث ضعيف، وهو من غل فاضربوه واحرقوا متاعه، فاضربوه واحرقوا متاعه، هذا حديث ضعيف، إنما من غل فإنه يعاقب يعذر، لكن لا يحرق متاعه لأن هذا مال ولا يتلف، وأما الحديث فهو ضعيف. نعم. ثم قال باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. لا، هذا لا يجوز، هذا كلام باطل، هذا أصبح الآن
يعني والعياذ بالله البلطجية والمخمورين والصيع والمجرمين يعني يطلقون عليهم شهداء. هذا كلام باطل كله، هذا كلام باطل. وحتى قول مثلا قول الإخوان مثلا الشهيد حسن البنا هذا كلام باطل، لا يجوز، لا يجوز هذا. لماذا؟ هنا يعني لعله في الأبواب، مش عارف هيأتي معنا في المختصر ولا لا، وفي البخاري قال الإمام البخاري: باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال لأي إنسان شهيد إلا من جاء النص به، إلا من جاء النص به، أما غير ذلك ولا الصحابة نفسه يتقال لواحد منهم شهيد إذا مات في المعركة بعينه هكذا، إنما يقال نرجو له الشهادة، نرجو أن يكون قد مات شهيدا ونحو ذلك. ولذلك هذا الجهل الذي ترونه في وسائل الإعلام عندنا في بلادنا هذا من الجهل، فضلا عن أن هذا داخل فيه معاني سياسية إجرامية من الإعلام الفاجر الكاذب هذا، لأنهم يريدون تخريب البلاد، فيغررون بكثير من الجهل من الشباب خصوصا: انطلق يا جدع واجري، احرق ودمر، وإذا جرى لك شيء فأنت شهيد. لا والله، بل ربما هذا الإنسان يوم القيامة يؤتى به عند الله وهو أشد الناس عذابا بما ارتكب من انتهاك الحرمات وحرمة دماء الناس وأموالهم ونحو ذلك. قال: باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. قال: باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. طيب، يبيع دينه بعرض من الدنيا، عندما تفتح المكتبة الإخوة الأربعة يذهبون إلى المكتبة ويأخذون الكتاب. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أمته بالمسارعة بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي زمان الفتن فيه تتتابع تتابعا سريعا جدا، حتى أنها تكون كقطع الليل المظلم ملتحمة ببعضها البعض، ملتحمة ببعضها البعض، فلا ربما يقدر الإنسان على أن يفعل الطاعات من كثرة الإيش؟ الفتن، فينشغل مع هذه الفتن وتشغله الفتن فلا يقدر على إتيان هذه الأعمال الصالحة التي من شدة الفتن ربما في هذا الوقت يفتن الرجل في نصف يوم أو نصف يعني في نصف يوم وليلة، في الليلة يعني أو في اليوم أو في الليلة، يفتن الرجل في ليلة أو يفتن الرجل في يوم، يعني يكون بالنهار مسلما فتعرض عليه الفتن، تعرض عليه الفتن طوال النهار، فإذا أمسى كفر بالله والعياذ بالله، أو يكون في المساء مؤمنا فتعرض عليه الفتن طوال المساء الليل، يقعد طول الليل يتفرج على القنوات الفضائية والقنوات الإجرامية وغيره طول الليل مثلا، أنا طبعا لا أحدد يعني الصورة، لكن هذه صور من الفتن التي نعيشها الآن، يفضل طول الليل قاعد قدام اللي عمالين يقولوا له الإسلام ده فيه والعلي والبتاع والمش عارف إيه، فيصبح كافرا والعياذ بالله. انظروا إلى الفتنة وشدتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال. المبادرة يعني المسارعة في الفعل، بادروا بالأعمال أي استبقوا ذلك، استبقوا هذه الفتن، يعني كونوا قبل أن تأتي الفتن
آتين بهذه الأعمال أو بالأعمال الصالحة. استبقوا أيام الفتن. ولذلك الإنسان منا ما أغفله، فإن كثيرا منا في عافية ولا يزال في غفلة، فكيف إذا جاءت أيام الفتن التي تتلاحق كقطع الليل المظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. البعض منا يظن أن أيام التي نحياها هذه هي أيام الفتن هذه. لا والله، أنت في عافية، يعني ربما ما وجدها كثير من الصالحين قبلك. أنت في عافية برغم هذه الفتن التي نحياها، لكن أنت في عافية تقدر من خلالها أن تفعل الأعمال الصالحات وتكثر منها وكذا. ولذلك بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قال باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل أن تظهر أو قبل أن تظاهر الفتن، قبل أن تظاهر أو قبل أن تظاهر الفتن. وتظاهر الفتن يعني كثرتها حتى أنها تصير هي التي ظاهرة، هي الظاهرة، الفتن فقط هي الظاهرة. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. يعني وكذلك الهجرة والحج تهدم ما قبلها من الذنوب والآثام، أي تسقط ذلك عن الإنسان. قال عدي بن شماسة المهري رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقه سياقة الموت، هو تابعي أسف. قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. سياقة الموت يعني حال حضور الموت، حال حضور الموت. وعمرو بن العاص، ومن هو عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ قال: فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار. عمرو بن العاص وهو في سياق الموت بيحتضر رضي الله عنه، دخلوا عليه فبكى طويلا ووجه وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ وفيه كما قال العلماء استحباب تبشير المسلم المحتضر، يعني المقبل على الموت، استحباب تبشيره وتعظيم رجائه في الله عز وجل بذكر محاسنه في الدنيا التي كان يعملها، ليعظم رجاؤه في الله تعالى ويحسن الظن بربه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يحسن الظن بربه دخل الجنة. فيستحب للإنسان إذا حضر إنسانا يحتضر أن يذكره بأعماله الصالحة ويرغبه في عظيم رحمة الله تعالى. وإنه إذا ذكر له هذه الأعمال الصالحة استبشر العبد، فيقول له: أبشر، أنت الذي كنت تصلي الجماعة معنا، أنت الذي كنت تقف في الصف الأول، أنت الذي كنت تفعل من الخيرات كذا، أنت الذي كنت تفعل كذا. فعند ذلك يعظم رجاء هذا العبد في ربه سبحانه وتعالى، فيقبل على الله راغبا، فيقبل على الله راغبا. قال: فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سبحان الله، رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى عظيم عقيدة هؤلاء وعظيم فهمهم للدين. قال: إن أعظم ما نعد، كل ما أنت تذكر جزاك الله خيرا، لكني أرجو الله تعالى أن أموت على ذلك. إن أعظم ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهو يتأول كذلك
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة، فهو يتأول ذلك. نعم. قال: إني كنت على أطباق ثلاث، يحكي يعني للسامعين له الحاضرين، قال: إني كنت على أطباق ثلاث. أطباق يعني أحوال، لتركبن طبقا فوق، لتركبن طبقا عن طبق، وهو الأحوال. قال: كنت على أطباق ثلاث، يعني أنا عشت أحوالا ثلاثة. قال: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. سبحان الله. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. يقول له: أنا من طبقات حياتي، الطبقة الأولى كان أكثر الناس بغضا لنفسي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أرجو أن أتمكن منه لأقتله. سبحان الله. قال: فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. لما ألقى الله الإسلام في قلبي، وهذا معلوم أن عمرو بن العاص أسلم قبل الفتح، هو وخالد بن الوليد أسلموا قبل الفتح بقليل جدا يعني. فقال: فجئت النبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. قال: فبسط يمينه. قال: فقبضت يدي، فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ يعني لماذا قبضت يدك؟ قلت: أردت أن أشترط. لا، أنا تذكرت شيء، وهو أريد أن أسألك عن شيء أشترط به أن أبايعك وأن أدخل هذا الدين، وأن أدخل هذا الدين. قال: تشترط بماذا؟ يعني ما هذا الذي تريده؟ قال: قلت أن يغفر الله لي رضي الله عنه. الدين ده اللي أنت الذي تدعو إليه، أضمن به أن إذا آمنت يغفر الله لي ما كنت قد فعلت قبل ذلك. قال: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ هذه بشارة، هذه بشارة لكل من كفر بالله وأسلم بعد ذلك، أن الإسلام يهدم ما كان قبله. الذي يدخل في الإسلام استخرج شهادة ولادة جديدة ساعة قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. استخرج بطاقة ولادة جديدة، ولد من جديد. قال: وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. كذلك الهجرة تغفر لك كل ما كان قبل ذلك. وعمرو رضي الله عنه كذلك هاجر أم لم يهاجر؟ هاجر، لأنه أسلم قبل الفتح. قال: وأن الحج يهدم ما كان قبله. وفيه كما قال العلماء عظيم فضيلة الهجرة والحج، إذ أنهما يكفران عن الإنسان ذنبه كله، ذنبه كله. لكن هنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي يستثنى من ذلك ما إذا كانت هناك حقوق للبشر أو للناس وهو يقدر على إرجاعها وردها، أو إذا كانت هناك مظالم وهو يقدر على ذلك، فإن هذه المظالم تظل في صحيفته. يعني الكافر الذي أسلم هذا ولد من جديد، لكن لو أن هناك مظالم أو حقوق يقدر على ردها عليه أن يردها، واجب عليه ذلك. مثلا لو أنه كان قد أخذ أموال غيره ثم أسلم، لا،
يرد هذا المال، إلا أن يكون هذا المال طبعا من حربي، من حربي للإسلام والمسلمين. يعني مثلا أخذ مال يهودي مثلا، فهذا لا يرد لليهودي، هذا لا يرد لليهودي، وإن كان فينتفع به في مصالح المسلمين أيضا، لكن هو لا هو يأخذه ولا يأخذه يعني ولي المسلمين مثلا في بيت المال أو نحو ذلك، إنما يصرف في مصالح المسلمين إن كان في حربي. لكن لو كان في صاحب حق ذمي فضلا عن يكون مسلما لازمه أن يرد هذا الحق. قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدل في عيني منه. يعني بعد ذلك، أي بعد ما أسلم، صار أحب وأجل الإنسان في عينه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. سبحان الله، ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. انظر إلى عظيم دين الصحابة وإيمانهم. كان عمرو ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام شذرا وغضبا ويود لو قتله، بعد الإسلام والإيمان لا يقدر على أن يحد النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان حال الصحابة، حتى نقل ذلك يعني إنجاز التعبير صوتا وصورة عروة بن مسعود، عروة ابن مسعود الثقفي، يوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية يتكلم معه في أمر الحديبية والمفاوضات، رجع إلى أهل مكة قال: لقد وفدت على الملوك وعلى كسرى وقيصر والنجاشي، وما رأيت أحدا يحب أحدا مثل ما يحب أصحاب محمد محمدا، ولا رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. وذكر من هذه أو من حيثيات ذلك، قال: وإنهم لا يحدون النظر إليه. إنه ما فيش حد فيهم أبدا بيحد النظر إليه، يعني ينظر له نظر مباشر كده، لا 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 يحدون النظر إليه إجلالا له صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة رضي الله عنه. شوف الصحابة وعظيم دينهم، لرجوت أن أكون من أهل الجنة. عمرو بن العاص الذي يقول عنه طه حسين والكواكبي وغيرهم من الفسقة والعياذ بالله أنهم كانوا يطمعون في الملك والسياسة، وكان داهية ومكار، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: ثم ولينا أشياء. وده الحال الثالث، ده الحال الثالث يعني طبق الثالث. قال: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. ولينا أشياء يعني صرنا أمراء، صرنا أمراء. قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. رضي الله عنه خايف من الزمان اللي كان فيه إمارة، وبيقول: لو أنا مت زمن ما آمنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لرجوت أن أكون من أهل الجنة، إنما الآن أنا خايف، توليت إمارات وغيره. قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فلا تصحبني نائحة ولا نار. والنائحة هي التي تصيح من النساء على الميت. قال: ولا نار، وهذا كما قال العلماء محرم أو مكروه، والأظهر أنه مكروه، أظهر أنه مكروه. بعضهم قال ذلك تفاؤلا بعدم دخول النار، يعني ألا انتبه لتعبير العلماء، تفاؤلا ألا يدخل النار، مش تشاؤما، لأن التشاؤم محرم. قال بعضهم إنه يعني النار تفاؤلا ألا يكون من أهل النار، بعضهم قال لا، بل النار لأنها من تعظيم دين المجوس ونحو ذلك. قال: فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا. شنوا علي يعني صبوا التراب صبا يسيرا، صب التراب علي صبا يسيرا. نعم. قال: ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور.
ثم أقيموا حول قبري قبل ما قدر ما تنحر جزور، يعني قفوا عند قبل ما تنحر الناقة الجزور وتوزع ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يحسن خاتمتنا وإياكم. حتى أستأنس بكم، منه أخذ بعض العلماء أن الميت يستأنس في هذا الحال بوجود المشيعين عند قبره، لأن هذا قاله عمرو بن العاص وهو مما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. قال حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. وفيه دليل على فتنة القبر، للمكذبين بفتنة القبر يعني. نعم. وأيضا فيه أيضا الحديث من الفوائد كذلك أيضا إكرام الله عز وجل لهذه الأمة، واستحباب كذلك المكث عند القبر حتى يعني يدفن الميت بقدر ما تذبح أو تنحر جزور وتوزع، لأن هذا يستلزم دعاء وكثرة والإكثار من الدعاء، وهذا يستفيد منه الميت. الإنسان الذي يقف عند القبر سيدعو، وكثرة الدعاء للميت في هذا الوقت تنفع الميت. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. ثم قال: باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. هذه مسألة أيضا في باب الإيمان عظيمة جدا. قال عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، أي هذا حديث قدسي، إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني قدر الله سبحانه وتعالى الحسنات والسيئات يفعلها العبد. قال ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة، الهم هو العزم، على فعل الشيء وإن لم يكن فعله، فإن فعله لا يقال له هم، وإنما يقال له فعل. فالهم شيء سابق للفعل، فمن هم، والهم عمل قلبي، ولذلك هذه مسألة دقيقة. بعض العلماء يقولون: طيب هو عمل قلبي، طب ما هو هم بالسيئة كيف لا يحاسب عليها؟ نعم، وهناك من الأعمال القلبية ما يحاسب عليه الإنسان. نعم، الأعمال التي يحاسب القلبية التي يحاسب عليه عليها الإنسان لا تسمى هما، كالحسد وكالحقد وكالغل وكالرياء وغير ذلك، هذه أعمال قلبية لكنها لا تسمى هما، إنما هي أعمال. إنما الهم أي نعم عمل قلبي لكنه ليس معه فعل القلب والجوارح،
ولذلك فالهم هو بداية الاستعداد مع عدم الفعل، مع عدم الفعل. فمن هم بالحسنة هم من يفعله ثم حصل له شيء ولم يعمله كتبت له حسنة، كتبت له حسنة، كان يقول سأفعل كذا، إن شاء الله سأفعل كذا من الخير، جاءت أسباب أدت إلى أن لا يفعل. مثلا واحد قال مثلا أنا هقوم أصلي ركعتين لله دلوقتي، رن التليفون بيرد على التليفون نسي الركعتين، خلاص نسي، كتبت له حسن، كتبت له الركعتين، لأنه هم بفعلها، هم بفعلها. قال من هم، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعاملها. أو دل على أن الهم عبارة عن شيء سابق للعمل، فعاملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات. عامل بقى الحسنة كتبها الله له 10 حسنات، يعني الركعتين قام صلى الركعتين كتب له أجر ركعتين مضاعف 10 مرات. قال إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذا فيه دليل أيضا على أن الحسنات لا تقف عند 700، لا تقف عند 700، بل الله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. قال وإن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هم وانتبه، الهم شيء والهم ثم العجز شيء آخر. هذا هم بسيئة، قال مثلا سأفعل كذا من الشر، قال مثلا هيسمع الأغنية والعياذ بالله، ثم تراجع عن ذلك لأي سبب، تراجع عن سماعها، تراجع، كتبت له حسنة، كتبت له حسنة. أما الذي قال سأسمع الأغنية فذهب ليسمع الأغنية فوجد الجهاز الذي يشغل الأغاني معطلا، كتبت له السيئة كاملة. لماذا؟ لأنه هم ولا عمل؟ ده هم وذهب ليعمل، وإلا يمكن عمل، ذهب ليعمل فعجز عن العمل، عجز عن العمل، ولذلك هذا تكتب عليه سيئة برغم أنه لم يعمل، تكتب عليه سيئة. والآخر الذي هم بالحسنة على رغم أنه لم يعمل كتبت له حسنة. قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. طب هم وعمل السيئة وعملها كتبها الله سيئة، سبحان الله الكريم. إذا عمل العبد السيئة تكتب له سيئة، وإذا عمل الحسنة تكتب له 10 حسنات، سبحان الله. فالله يعامل المسيء بعدله ويعامل المحسن بكرمه وفضله. أنت المحسن يستحق إيه؟ حسنة، عمل حسنة ياخد إيه؟ حسنة، لا، الحسنة 10 أمثالها، لا، إلى 700 ضعف، لا، بل أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.